لأننا أمة فقيرة لا يسعنا إلا أن ننفق على التعليم بسخاء. أهلا بكم، حلقة جديدة من حلقات برنامج بالورقة والقلم. في هذا اليوم وفي هذه الحلقة تحديدا ربما استراحة من الأخبار العاجلة ذات الرتم السريع والأخبار المتلاحقة والسياسة بكل ما يعترين فيها من ألم ويعترين فيها من عملية نشاط مكثف على متابعة الأخبار ومتابعة ما يجري هنا وما يجري هناك. في هذا اليوم استراحة من أجل الانطلاقة، استراحة من لحظة راهنة مشتبكة مرتبكة بها كثير من التدخلات والتعقيدات، تعقيدات آنية. نحاول أن ننطلق إلى المستقبل. كيف ننطلق إلى المستقبل دون تفكير؟ كيف ننطلق إلى المستقبل دون أن يكون لدينا قراءة حقيقية للتاريخ؟ نحن نريد أن نعيد قراءة التاريخ حتى نقف ونستلهم العبرة من أجل أن ننطلق إلى المستقبل ونستشرف آفاق هذا المستقبل. بيد أن المستقبل ينتظر فاتحا ذراعيه لكل من يريد أن يذهب إليه، لكن ما هي الأدوات التي بها ومن خلالها ننطلق نحو المستقبل؟ قطعا هو التعليم. وكيف أصل إلى منظومة تعليمية ذكية، منظومة تعليمية هادفة ناجعة دون أن يكون لدي فكر سياسي مستنير؟ الفكر السياسي المستنير، الأرضية السياسية المستنيرة، الإرادة السياسية الحقة هي التي تمثل وعاء حقيقي لإصلاح تعليمي، تمثل إصلاح وعاء حقيقي لمنظومة صحية، تمثل إصلاح حقيقي ووعاء حقيقي لمنظومة اجتماعية. الهدف النهائي من التعليم، من الصحة، من السياسة هو الرفاهة الاقتصادية التي تمثل في النهاية هدف أسمى للرفاهة الاجتماعية. والرفاهة الاجتماعية بتمثل في النهاية هدف ونقطة وبؤر الضوء سعادة. كيف نسعد الإنسان؟ في هذا التوقيت وفي هذه الحلقة أسعد بلقاء شخصية أمر بها ومن خلالها حول كل هذه الملفات، مستشرفا المستقبل، مستنهضا الهمم، باعثا على صناعة الأمل والتفاؤل، الدكتور حسام بدراوي. الدكتور حسام بدراوي أستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس قسم النساء والتوليد بقصر العيني، تلقى دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، نال درجة الدكتوراه فخرية في العلوم من جامعة ساندرلاند بالمملكة المتحدة، انتخب كعضوا في البرلمان المصري ورئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان منذ عام 2000 وحتى 2005. تميز بدراوي برؤيته الواضحة والشاملة في مجال إصلاح التعليم، أسس ثم أصبح رئيسا فخريا للمجلس المصري الوطني للتنافسية عام 2004، واختير عضوا بمجلس الشورى عام 2007. نشر له أكثر من 120 بحثا وشارك في تأليف 9 كتب متخصصة في أمراض النساء والتوليد وكتب أخرى حول الرؤية المستقبلية لتطوير مجال الصحة والتعليم والبحث العلمي. تولى حسام بدراوي في أثناء ثورة 25 من يناير عام 2011 دورا سياسيا مهما، فقد شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني لمدة 5 أيام، عبر خلالها عن رأيه السياسي وأسهم في إقناع مبارك بتسليم سلطاته لنائبه، وقدم استقالته من المنصب والحزب الوطني لاختلافه السياسي مع قادة الحزب في طريقة التعامل مع ثورة الشبان. هذا هو الدكتور حسام بدراوي، وهذه هي لمحة سريعة غير متعمقة في تاريخ هذا الرجل. دكتور حسام بدراوي أهلا بحضرتك. أهلا بيك، شرفتنا في قناة تن الفضائية وبرنامج بالورقة والقلم. و بداية، لأنه هذه الابتسامة العريضة الغائبة التي ضاعت، ودائما ما أتساءل أين اختفت الابتسامة المصرية الشهيرة، فإحنا هنا بنحاول نبحث عن آلية ونبحث عن خريطة لصناعة الأمل.
كيف نصنع الأول ملامح الأمل وبعدين نروح لبعض التفاصيل الآنية التي تمثل مفردات لهذه الصناعة؟ كلام جميل ومقدمتك رائعة، وهقول لك الأول أنا طبيب وبشتغل وشغفي هو التعليم، لكني قارئ في كل شيء، خصوصا أخيرا في آخر 5 سنوات في الفيزيكس. ولما تقرأ الفيزيكس الجديدة الكوانتم فيزيكس تقوم تعرف إن 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 البيلدينج بلوك، الطوبة الرئيسية في صناعة كل شيء في الكون، هي عبارة عن طاقة. صحيح. الكوارك اللي هو أصغر بناء في الخلية، سواء كانت مادة أو إنسان أو زرع أو خيل، وهي عبارة عن طاقة، ترددات. صحيح. هذه الترددات زي اللغة، عندك 30 حرف تعمل منهم كل الجمال اللي في اللغة، عندك سلم موسيقي تعمل منه كل اللي انت بتسمعه من جمال في الموسيقى. الترددات دي هي اللي تصنع الزجاج، وتجعل ده ذهب، وتجعل ده فضة، وتجعل ده إنسان وشمس وقمر وكون. فتفهم في الآخر إن إحنا مش إحنا كده، ده إحنا عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة يمكن أن تكون طاقة إيجابية تصنع الأمل، وممكن أن تكون طاقة سلبية تصنع اليأس والإحباط. وفي حاجة اسمها بقى العقل الجماعي لأمة ما. هديك مثل وللجمهور وهو بيسمعنا، يعني ايه الارض بتلعب مع اصحابها؟ دي كلمه احنا بنقولها في الكوره على طول. صحيح. يعني ايه؟ هو الجمهور اللي موجود في الاستاد لما كله بيشترك في طاقه ايجابيه تجاه فريقه، قدرتهم الماديه المحسوبه تتضاعف. لانه بشكل علمي يا دكتور حسام، علم، انا بكلمك علم. في نهايه الامر في الطاقة الجمعية بتخليك تتحرك أكثر، بأكثر قدرة. 1+1 ما يساويش 2، يساوي 5. الطاقة الإيجابية دي هي اللي خلتك تعدي قناة السويس في 73، واللي كل بالورقة والقلم يقولك ما تقدرش تعدي ونص الجيش هيموت. في طاقة إيجابية خلقت في لحظة ما. المجتمع اللي مليان طاقة سلبية ما بيعرفش يضحك، يعرف يسخر، يعرف يسخر. الطاقة السلبية دي تلاقيها فين؟ أي مجموعة من الناس قاعدين مع بعض وأنت بتقول كلمة، لازم يبتدي بلأ، يقول لك لأ بس. خلي بالك في كل اجتماعاتنا أنا بختار. ده صحيح. بختار اللأ، مش بقول أيوه أنا موافقك وأضيف إليك، أيوه أنا موافقك لكن عندي رأي آخر في الحاجة الفلانية. لأ بس. لكن لأ بس. مدخل للطاقة السلبية والاعتراض والنقد. والنقد يعني أنا أنت بتقولي أنت بتبتسم، أنا بشوف في كل حاجة أفضل ما فيها، وأشوف في كل أمر الفرص اللي طالعة منه. ما أنت ممكن تشوف في كل أمر مأساة. صحيح. وتشوف في حياة. وصحيح. أنا بشوف فرص. كل الناس اللي بتكلمني عن التعليم يقول لك يا دكتور التعليم بايظ، المناهج زي الزفت. اقعد افكر كده، اللي بيقول لي كل حاجه زي الزفت دي عنده حاجه راها مرجعيه تقول له؟ ما عندوش مسطره يقيس بيها حتى. الله. طب امال الشعور السلبي ده جاله منين؟ الشعور السلبي ده منتقل، بينتقل منك. ده شعور جمعي يا دكتور حسام دلوقتي. بس بقى شعور جمعي. في النهايه بينتقل وبيتوالد وبيتكاثر، كله غير راضي. وتقول له انت غير راضي، ده لا يمنع ان يكون عندك مصادر عدم رضا. مظبوط. في اسباب موجوده، لكن عندك كمان مصادر رضا بتتلاشى، تختفي. شوف اي اجتماع لمجلس اداره عماره، لمجلس اداره حي، بينتهي بخناقه على طول. ليه؟ لانك انت في اطار طاقه سلبيه بتخلي كل الناس شايفة أوحش ما فيهم. طب يا دكتور حسام، هروح لك بقى على طول على بيت القصيد. كيف أحول هذه الطاقة الموجودة في المجتمع، هي موجودة موجودة، إلى طاقة إيجابية. بس ده بعد الفاصل. طيب. عم أخذ منك شوية طاقة خصوصي. طيب. فاصل قصير ثم نعود لنبحث عن الطاقة الإيجابية مع دكتور حسام بدران.
اهلا بكم من جديد في هذه الحلقه التي نطوف فيها حول المستقبل مع الدكتور حسام بدراوي. مره اخرى اهلا بك يا دكتور حسام. اهلا بيك. واحنا بنبحث عن المستقبل ونبحث عن خريطته الموزقه الضائعه وسط هذه الدهاليز وهذه التعقيدات. النهارده في لقاء حالا دلوقتي الساعه 6 بدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين نظيره الامريكي ترامب. قمه موجوده في واشنطن، هي القمه الاولى بين الرئيسين بعد وصول ترامب للحكم. كثير من المراقبين بينظروا عليها على انها سوف تكون بادره لاعاده رسم الخريطه السياسيه في المنطقه نظرا لتلاقي الافكار بين الرجلين في اللقاء السابق قبل وصول ترامب للحكم. شايفها ازاي سريعا برضو احنا في اطار بنرسم المستقبل؟ اولا العلاقات مع الولايات المتحده هي علاقات حيويه واساسيه، ولازم كلنا نفهم ان جزء كبير من قفل المايه والنور علينا جاي من الولايات المتحده، سياحة، استثمار، كل حاجة ليست بعيدة عما يجري. فأنت اللقاء ده في غاية الأهمية، لأن ده أول لقاء يتم من 2004 بين رئيس مصري يدعى إلى واشنطن 2004، والرئيس الجديد في الولايات المتحدة غير معروف لسه. صحيح. إن تفاعلاته إيه مع كونه رئيس؟ هو قال كلام لسه بيستكشف. لسه قال كلام كتير قبل الرئاسة، لكن ما بعد الرئاسة موضوع آخر. فأنا بحط أملي الكبير جدا على هذا اللقاء بين الرئيسين عشان تتفتح محابس المغلقة على بلدنا في إنها تحصل على حقها في النمو. المحابس دي مقفولة لوحدها ولا حد قفلها؟ لا طبعا، الأجهزة الاستخباراتية في أوروبا وأمريكا قفلت عليك المية والنور. طب ليه يا دكتور؟ اشمعنى احنا يقفلوا علينا؟ يعني هل احنا بجد، انا خايف اكون احنا بنصدق نفسنا ان احنا، لا لا لا، ولا دي حقيقة موجودة؟ دي حقيقة، دي حقيقة. مؤامرة؟ لا، انا بص، يعني ايه مؤامرة؟ يعني انا لو قعدت معاك النهاردة وقلت لك الشعب المصري بيزيد بدرجة بكذا وهيبقى 150 مليون في سنة 2050 والأرض ما تقضيهوش، فأنا لازم أروح أرض تانية ولازم أتوسع لأن الناس مش هتقدر تعيش 150 مليون هنا، فأنا عايز مية كتيرة. ده بتسميها مؤامرة على الناس ولا بتسميها خطة؟ ده خطة عظيم. لو جات الولايات المتحدة وقالت أنا الصديق الوحيد ليا في الحتة دي إسرائيل، ده خطة، وأنا يعني بجميع المقاييس لازم اقطع اجنحه كل ما يهدد اسرائيل. يعني هو بيعمل مصالحه، مصالحه مش مستهدف ايذائي، مش مش مساله مؤامره، دي مصالح واضحه المعالم. فالعراق وقعت وسوريا وقعت والحمد لله مصر ما وقعتش، لكن ظللنا في المنطقه الرماديه دي المتارجحه، اللي مش عايز يعترف بنظامك، اللي بيسميه نظام غير شرعي لفتره من الزمن. لكن اللقاء النهاردة بيعمل شرعية دولية جديدة وبيحطنا في مسار بقى تعاون. أنا هم فتحوا لك الاقتراض لكن ما فتحوش لك التنمية. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور حسام، لأنك فتحوا الاقتراض. فأنت بقول لك إيه، أنا أقدر أخد من البنك الدولي وأقدر أخد وأقدر أخد، ده كله اقتراض أنت هتسدده بس ما تقدرش تسدده إلا لو عندك تنمية. دي الابواب اللي احنا بنطرقها دلوقتي بالظبط. فانا شايف ان اللقاء مع بين الولايات المتحده ومصر على مستوى الرئيسين ده في غايه الاهميه، واتصور وبلا علم ان احنا رايحين ومعانا رغبات ومعانا حلول. رايحين بملفات بتحمل المشكله والحل. ما ينفعش انتظر الطرف الاخر يقول لي. اتصور ان ده لازم يكون بيحصل، لان الطرف الاخر ده بيزنس مان. ترامب لو اداك هياخد منك. طب احنا اهم المشاكل اللي ممكن تتخيل ان هي بيحملها الرئيس في اجنداته وهو رايح لترامب، غير مشاكل اقليميه سوريا وموقفنا وليبيا وموقفنا واليمن وموقفنا والعراق وموقفنا، الامور السياسيه والامور الاقتصاديه احنا عايزين التنميه زي ما حضرتك تفضلت، والامور الامنيه مكافحه الارهاب وجماعه الاخوان المسلمين. ترى هل يكون توافق بين الرجلين في كل هذه القضايا ولا الموضوع هات وخد؟ الموضوع بالقطع هات وخد، لانك انت على باب اكتشاف حقل غاز جبار في البحر المتوسط هينقل مصر نقله اقتصاديه اخرى.
ممكن ينقلها نقلة اقتصادية أخرى، وممكن يبقى بيسدد ديونك بس بناء على أنت داخل في إيه، على رسمتك شكلها إيه، وأنت كمان أنت بتساند أوروبا وأمريكا في مكافحة الإرهاب اللي هم كانوا جزء كبير في خلقه. فلازم نعترف، وانت معتبر الاخوان المسلمين جوهر الارهاب وعقله، وهم لسه مش عايزين، مش متفقين على تعريف الارهاب اساسا. ايوه، ومش بيعترف بيها، ولسه يعني زي ما الاول قالك انا هعتبر دولت جماعه ارهابيه، وبعدين تراجع ضغوط دولة صنع القرار. اذا في اخذ وعطى في حاجات كتير. بس انا اللي يهمني في ده كله ايه؟ انا يهمني المفاتيح تتفتح، السياحه ترجع، الاستثمار يعود مرة بلا عقبات وبلا معوقات. بالظبط. وده لو اتفتح كله، الجانب بتاعي بقى هيستقبله ازاي؟ ده قلقي الاكبر. يعني افرض الرئيس السيسي رجع وهو متفق، وبدل بقى عندك 5 مليون سايح، بقى عندك 15 مليون سايح. انا جاهز لل 15 مليون ولا لا؟ طيب جالي المستثمرين، انا دلوقتي المستثمر اللي هرجع للعقل، هو انا محتاج ايه؟ انا محتاج مليون وظيفه جديده كل عام. صحيح. دولت محتاجين استثمارات قدرها اكس. الاستثمارات دي جايه من مستثمرين خارج مصر، لان احنا قدراتنا الاستثمار الداخلي لا تغطي ولا تكفي. الله. طب انا عشان ارتفع بنموي الاقتصادي ل 8 و9 و10% البنيه التحتيه بتاعتي تستحمل؟ الطرق، المواصلات، المطارات، المواني، تدريب العماله، القوانين، التشريعات. تشريعات ده شغل بقى عندي. يعني ما ينفعش افضل انادي على افتح لي وهات لي، وبعدين لما الناس تيجي من اول ما ينزل في المطار وهو مش عارف يركب تاكسي ولا عارف ولا في مواصلات عامه ولا انا مش نيجاتيف، انا بوزيتيف بقول انا شغله الحكومه. لحقوا بقى على الراجل دلوقتي مش عارف كذا، ساند الراجل ده وهو بيتفاوض النهارده، لان هو بيشتغل ماكرو، هو المفروض ان هو باصص للصوره كلها. عايزين المايكرو بقى عندي، المايكرو بتاع الحكومه فين ومحطوط. انت شايف في جزء من عزله يا دكتور حسام بشكل واضح؟ احنا احنا ارضيه وطنيه، جزء من عزله الناس مش شايفه بعض. ايوه طبعا، لان انا يعني واحد مستثمر اجنبي كان جاي بيحكي لي يعني ان هو هيفتح مجموعه مطاعم وبتاع، الناس مش مهتمه بالمطاعم، لكن قال لي انت عارف انا عشان انزل من الشارع للمركب اللي انا عايز اجيبها بمر بايه؟ ما بين المحافظه والمحليات لوزاره الزراعه، لوزاره الري، لوزاره السياحه، لوزاره التكنولوجيا، غابه القوانين، لهيئه الاستثمار. ده بيقول لي ده في العشرة متر من الشارع للمركب. للمركب. فاحنا محتاجين عقليه فيها شويه خيال، فيها رؤيه اوسع، بتقول انا ازاي اجعل بلدي مركز يجعل الناس قادمين لها. انا والله بس انت مش شايف رؤيه يا دكتور حسام بتفكر بشكل جمعي، بشكل ماكرو، بشكل ماكرو في الاداره التنفيذيه في الحكومه؟ شوف، انا عشت تكوين رؤى بهذا الشكل ثلاث مرات، اخرهم رؤية مصر مجهضة ولا كانت ناجحة؟ لا يا ريت مجهضة. ده انت رؤية مصر 2030 انا موافق عليها بنسبة 60%، لكن ال 60% اللي بس موافق عليها مبدئيا من حيث نظريا 60%؟ لما وانا كنت جزء منها في التعليم، لكن في الاخر حصل فيها حاجات كده. 60% كلفتت يا دكتور البلد دي؟ 60% تتنفذ احسن من لا شيء. يا نص العام ولا العام كله. الامام علي بن ابي طالب كان بيقول حاجه حكيمه جدا، يقول لك لا تستحي من اعطاء القليل لان العدم اقل منه. صحيح صحيح. وكان بيقول لك يرتفع الناس لمستوى ظن الاخرين بهم. صحيح. انظر لافضل ما فيك هتلاقيه بيرتفع الى مستوى ظنك به. صحيح. ايه القوه اللي لدى مصر؟ ايه النهارده الميزه النسبيه اللي عندي؟ ايه اعملها ازاي؟ انت عندك، انت عندك وما زال ميزه نسبيه جباره، وهي قناه السويس. ده في رايي يعني دي من عند ربنا. لا انت بقى انت حفرتها، انت استثمرت فيها. ويطلع منها، انا على طول هبص لايه؟ لروتردام
في هولندا، حتة القناة اللي بين النهر والبحر الشمال، السنة اللي فاتت إيراداتها فوق 100 مليار يورو. وما عندهمش نقطة بترول. صح؟ صحيح. أنت تقدر خدمات لوجستية وقيمة مضافة استثمار في الناس، في البشر، في أطفالنا، العائد بتاعه يفوق أي استثمار مادي أنت ممكن تتصوره. وهجي لك بقى لنقطة الأمل. أقسم لك بالله أنا لفيت المدارس في القرى، في أفقر الأماكن. أطفالنا مولودين رقميين، مولودين ديجيتال. دي أكذوبة ولا حقيقة؟ دكتور حسام وأنت متخصص، يعني فعلا إحنا أبنائنا وأطفالنا أذكياء فعلا؟ مش أذكياء، ديجيتال. ديجيتال. يستخدمون التكنولوجيا. أنا عندي تجربة، يا ريت تبعتوا كاميرا تصور يوم الخميس القادم في بني سويف، واحدة من المحافظات الفقيرة. 1000 طالب من أفقر المدارس، هقعدهم في قاعة. صالة مغطاة، والجمهور بيتفرج عليهم، وهيخشوا في ديجيتال إكزام، في تقويم إلكتروني لمعارفهم، وشاشة كبيرة بتقول ده جاوب في 3 دقايق و5 ثواني، وده جاوب. الموديل عامله شوية شباب مصريين عباقرة، ومطلعين أبليكيشن تقدر تحول التقويم كله إلى تقويم إلكتروني من غير الـ9 مليار اللي بتدفعوا على الامتحانات، والـ2 مليار اللي بتدفعوا على الكتب وخلافه يعني. لكن عايز أقول لك دول شباب عاملين أبليكيشن، ودول طلبة في مدارس غلبانة جدا وفقيرة جدا، هيقعدوا قدام المحافظ، وأرجو أن الدكتور طارق يجي، ووعدني أنه يقدر يجي، وهيقعدوا ويعملوا تقويم، عشان أقول لك أن في 1000 واحد من أفقر المدارس الحكومية ديجيتال، كلهم بيستخدموا التكنولوجيا، وأن بيستخدموا التكنولوجيا على أرفع مستوى. مشكلتهم إيه؟ مشكلتهم أن مدرسيهم ما يعرفوش يعملوا اللي هم بيعملوه. تصور بقى أنك أنت بتخش في إطار أن البذرة بتاعتك هي البذرة الجميلة، الأولاد دي تفتح لهم السكة، يغنوا ويلعبوا موسيقى ويقروا ويخشوا في مسابقات، تقفل عليهم. كان جبران خليل جبران كاتب في كتابه النبي، كتاب جميل طبعا قوي. طبعا. كانوا بيسألوا على الأولاد، فقال لهم أولادكم ما هم بأولادكم. أنا بتكلم على ترجمة الدكتور ثروت عكاشة، لأنه هو ترجم 45 مرة. صحيح. خلقهم حنين الحياة إلى ذاتها، فلا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم، بل حاولوا أن تكونوا مثلهم، لأن الحياة لا تعود قهقري. والله العظيم مصر مليانة طاقات غير عادية. المشكلة فين يا دكتور؟ معلش يا دكتور حسين. مشكلة إدارة. اتحملني يا دكتور، لأنه أنا يعني في تجربة في كتاب، قعدنا نقرا في تجارب من اول الدكتور طه حسين ما كان وزير التربيه والتعليم. أيوة. وكل كلمات الوزراء اللي مسكوا التربيه والتعليم من ايام طه حسين، وحتى كان الدكتور اخر اللي قعد 9 سنين و11 سنه حسين كامل، حسين بهاء الدين. يعني انا تابعت هذه الفتره وجبت كل ما قيل على لسان الوزير في بدايه حكمه. أيوة. والخطه والاستراتيجيه والامل والكلام ده كله، وفي الاخر لقيت نفس الكلام طه حسين. أيوة. وصل لحسين كامل بهاء الدين. أيوة. وكاننا ننتهي الى صب الزيت القديم في اواني جديده وفقط. اين المشكله؟ ان عندنا كفاءات وعندنا طلاب، محمد علي ما كان بيجيب الطلاب النابهين في الازهر. أيوة. وصفرهم وعمل ألسن. احنا لكل هذه التجارب فاشله؟ لا، هي مش فاشله. وانا هقول لك ده بقى تعليم، صحه، اقتصاد، مش على كل. انت القواعد العامة بتاع النمو والتنمية واحدة، لكن الفكرة ان احنا في مصر عباقرة في ان احنا نعمل كل حاجة الا 5. عارف مسرحية الا 5؟ طبعا، بتاعت ماري منيب. ايوه طبعا. ما تخلصش الحاجة للاخر ابدا. يعني انت بترصف هاي واي، وبعدين اخر ما خارجه وما طالعه مكسرة سوق الخاتمة، او الكوبري عملته العظيم لكن الفواصل بتقع. احنا ما عندناش اللي بيسموه سستينابيليتي، استدامه لشيء، ونبدا دايما من نقطه الصفر، وكان ما حدث قبل ذلك. انا برجع لكلمتك بقى، التاريخ. انك انت لازم تبني على اكتاف التاريخ وما انجز، ما تفضلش تعمل القصه دي من اول وجديد كل مره.
دي عادة مصرية غريبة جدا. مفيش استدامة لشيء. يا خبر أبيض، أنا الناس بتيجي ساعات تكلمني الوقت، الناس بيستشيروني يعني، أقعد أقول يا ربي كلكيت 10 مرة. ما هو مش معقول إن إحنا عمالين نكرر أنفسنا بنفس الشيء. لما سألوا أينشتاين قالوا له عرف لنا الغباء، قال لهم الغباء هو تكرار فعل نفس الشيء انتظار نتائج مختلفة. الحقيقة بقى الناس بتيجي ولأنها ما تعرفش التاريخ. طب دايرة مفرغة يا دكتور حسام، دايرة خبيثة، أكسرها إزاي؟ أكسرها هي كلها مانجمنت، كلها إدارة. إذا ما عنديش قواعد إدارية، ما عنديش إمكانيات إدارية يا دكتور. عندك إدارة عندي ولا ما عنديش؟ اختارها. يبقى أسهل اختيار. أفضل. لأنك أنت في النهاية، النهاية دي يعني مصر 2030، رؤية مصر 2030، أنا بقول لك أنا موافق على 60% منها. في التعليم ولا في كله؟ في كله. في كله. بس أنا مستعد أمشي فيها لأنها أفضل من لا شيء. من لا شيء. كويس؟ بس انت لو عملت رؤيه ومشيت فيها طلعت منها باهداف التعليم بقى، لان انا اللي كنت طرف فيها هقول لك يعني، انا لكل كلمه في الرؤيه مكتوبه في التعليم وراها اهدافها، طريقه تحقيق هذه الاهداف، المده الزمنيه في تحقيق هذه الاهداف، تكلفتها، المسؤول عنها، كيفيه قياسها. طيب دي بدات تطبق ولا لسه دخلت في ادراج ال؟ انا قول لي انت بتشوف مين في الحكومه بيتكلم على رؤيه 2030؟ انا اخر مره حد شفته ليه؟ اخر حد شفته الدكتور اشرف العربي ومشي. بس خلاص انا بحكي لك يعني، شفته ومشي الراجل. يبقى اذا انت احنا قعدنا نعمل في الرؤيه دي يعني، دخلت المتحف الفريزر المتحف واخد بالك ازاي؟ انا كل ما اروح حته اقوم فاتح الايباد واقول لهم رؤيه التعليم اللي احنا اتفقنا عليه. والدكتور طارق شوقي يعني كان بيشاركنا في حوارات مجتمعيه وكان بيقول الكلام اللي انا وحضرتك بنقوله. صح. طيب ايه؟ انا عندي امل بقى. عندك امل. طارق شوقي اداني امل. ليه؟ لانه بيتكلم اللغه دي. بس انا خايف يخش في الروتين الحكومي يسحبوه. لا هو انا خايف مش الروتين الحكومي، انا خايف من جره الى تفاصيل مش بتاعته. والشيطان قاعد في التفاصيل. واغراقه في شكليات جانبية. الله أعلم، لكن أنا كمراقب من الخارج. يعني هل انطفأ حماس الدكتور طارق شوقي في خلال؟ لا. لسه. لا أنا لسه كنت بكلمه النهاردة. الراجل ما انطفأش حماسه، بيطلعوا إشاعات إن هو استقال وده مش حقيقي، بيطلعوا إشاعات إن هو مش عارف يختار وده مش حقيقي، وبيدرس وهو عنده رؤية واضحة وعارف عايز يعمل ايه، لكن الـ 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 الوزارة دي هي أكبر وزارة في مصر، 2 مليون واحد، ودي أكثر الوزارات لعبكة عنكبوتية، يعني عايزة يد من حديد. أنا بدعو من هنا من برنامجك، فلنصبر عليه، فلنسانده سياسيا وإعلاميا، نديله الوقت عشان يحقق حاجة. أنا كمجتمع مدني كلنا بنساند إن ده يتغير، بس مش سهل. الدكتور حمد عمار أستاذنا وشيخ التربويين كان قال عبارة شهيرة، قال إن أي حديث عن تطوير وتحديث التعليم هو رطانة جديدة تضاف إلى الرطانات القديمة دون الحديث عن تمويل التعليم، تمويل البرنامج. لا أنا مش متفق. طبعا الدكتور حمد قامة عظيمة جدا الله يرحمه يعني، لكن عايز أقول لك إن أي حد يتلكك في التمويل موجود يبقى ما يعرفش. لانك انت لو شفت كميه الاموال التي تهدر في كل وزاره من الوزارات الخدميه تتخض، تذهل. الفساد مستشري في كل مكان. القضيه ليست في التمويل، هي في ترشيد الانفاق. ده نمره واحد. نمره اتنين، انت مش عايز تطور التعليم، انت عايز تغير التعليم. لا هنقف بقى معلش. يعني احنا بصدد عمليه تغيير طبعاً. وليس تطوير طبعا، لان التطوير الاساس بايظ. لا مش الاساس بايظ، العالم كله تغيرت المعطيات فيه. يعني انت النهارده تقدر تقول انا بالمدفع بتاع زمان والعربيه والدبابه بتاعه 1945 تخش حرب بتاعه النهارده؟ مش ممكن. طيب دكتور حسام، بس عشان اقفل دي، ايه المتغير الرئيسي؟ هو توافر المعرفة بلا حدود وبلا تكلفة، وتوافر الأدوات التي تجعل الطفل والتلميذ يصل إلى المعارف من غير تكلفة.
التغير الجبار اللي حصل في آخر 5-6 سنين واللي هيحصل في 10 سنين جايين يضع مصر زيها زي بقية الدول اللي بتبحث كيف تغير التعليم. أغير معاهم بقى، مش هم بيغيروا وانا اروح اعمل اللي هم عملوه من 30 سنه. اخد كتالوج من اخر واخر نسخه. مش كده ولا ايه؟ اقف معاهم على نفس المسرح. واقدر اعمل كده يا دكتور حسام؟ بالقطع ايوه. على فكره مش في التعليم، في التعليم وفي حاجات اخرى. طب انا هروح لحاجه الصحه على طول بقى. أوه. دلوقتي أوه. يعني 9% 4% من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم طبقا للماده 19 من الدستور. ايوه. عندي 3% على الصحه طبقا للماده 18 من الدستور. أيه. الاحوال الصحيه في مصر انا بقول لك كراجل مواطن لا تسر عدو ولا حبيب. واخيرا بنحبط بشكل او باخر، وفكره مصنع الادويه، مصنع اللبن الاطفال الذي تم اكتشافه وكانك بكتشف بئر غاز، وتصريحات موجوده ما بين رئيس الوزراء وزير التجاره وزير الصحه ورئيس الكتله بتاع دعم مصر محمد السويدي، اعتقد انه شيء احنا كمواطنين بتوه الحقيقه. انت شايف الحالة الصحية لمصر رايحة فين؟ شعب المصري شعب يقدر يلبي نداء التنمية بصحته الحالية ولا احنا محتاجين كتير؟ احنا محتاجين، وعارف وفي رأيي ان الطريق معروف، لانك انت من غير تعليم ولا رعاية صحية من الصعب انك انت تبني الانسان، وانت ثروتك الحقيقية هي في الناس. تعرف امريكا بكل ما فيها من ثروات طبيعية وإمكانات استثمارية بالورقة والقلم والحساب، حجم العائد الاستثماري من البشر في الولايات المتحدة 70% من الدخل القومي، رغم كل ما حباها الله من موارد طبيعية. أيوة. فأنت بتبني. وأنا عندي كام يا دكتور؟ أنا ما أعرفش. معرفش. غياب المعلومه وغياب الارقام برضه كارثه تاني. معرفش المسطره بتقول ايه. هو احنا ما عندناش مسطره اصلا؟ لا، في مسطره، المساطر عالميه ومتاحه، بس هي الفكره انك تستخدمها في القياس وتبني عليه تغييرك. ما كل حاجه معروفه، وصدقني المعايير العالميه اصبحت متاحه للكل. طب اصلاح المنظومه الطبيه والصحيه في مصر تبدا منين؟ هقول لك تبدا منين. متوازيه مع التعليم طبعا. 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 انت عندك مراحل الرعايه الصحيه في كل حته في العالم، هي البرايمري هيلث كير اللي هي الرعايه الصحيه الاوليه، ثم السكندري والتيرشري والمتخصص جدا. البرايمري هيلث اللي هي الرعايه الصحيه الاوليه دي بتخدم من 60-70% من احتياجات المواطن. دي بتخدم اللي هو كنا زمان بنسميه الجي بي، الطبيب العام. او طبيب الاسره، ممارس العام. ده بيخدم، والوقت بقى فيه الممارس العام بلس، يعني الممارسه العامه للطب مع حاجه متخصص. مع بقى مع رعايه حمل، مع اطفال، مع انف واذن، لان دي الحاجات اللي الناس بتطلبها. دول تكلفتهم بسيطه جدا، وبيخدموا 60-70% من احتياجات المواطن. اهو ده حاجه مجانيه سريعه، مش كده ولا ايه؟ طيب ده من ايام الدكتور النبوي المهندس لما عملت وحدات صحيه اللي احنا بنسميها برايمري هيلث كير دلوقتي. ما الدنيا بقى اتغيرت. وانت عمال تدور وتلف في ان الوحدات دي بتتعمل وبعدين تنتهي وبعدين تتعمل وبعدين تبوظ وبعدين وبعدين يا عمي القضيه بسيطه، كل عدد من المواطنين له وحده رعايه صحيه. هذه الوحده بتخدم 500,000، يبقى انا الجغرافيا بتاعتي بالمواطنين دولت انا بخدمهم بوحده الرعايه الصحيه. شكلي بيقولوا سهل. والله شكله سهل. والله العظيم سهل. وتطبيقه في الواقع سهل؟ سهل. طب ليه ما بنطبقوش؟ والله اقول لي بقى، انا مش عارف. يعني انا بتجنن انك انت بتمشي، يعني دكتور حسام معلش، يعني التجربه دي انا شفتها بشكل مباشر. والله انا فعلا انت بتكلمني في التعليم، معايا الدنيا بسيطه وانا متفائل جدا بكلام حضرتك ومقتنع بيه على فكره. مش وفي الصحه نفس الكلام. انت ترشحت قبل كده 100 مره تبقى وزير، ليه ما رضيتش؟ معلش يعني. بص، اولا انا بترشح ترشيح شعبي واعلامي، لكن مش ترشيح حقيقي. يعني هي الناس دايما تقول كده، لكن ده لكن يا دكتور حسام مفيش رئيس وزراء مرشح او مكلف اتصل بيك قال لك انا عايزك تمسك حاجه كذا. عشان الناس دي كلها في كلام كتير بيتقال، بياخدوا رايي، بس لما بقول رايي
جايز ده ما بيخليهوش ينطلق او يخش في الخطوه اللي وراها. انا غير حسام بدراوي ضحيه رايي، غير مشجع. يعني انا مثلا انت رئيس وزراء وبتقول لي تعالى اشتغل معايا، هقول لك انا هشتغل معاك، لكن انت بتديني ملف التعليم، انا بقول لك ده ما اسموش ملف التعليم مثلا، ده اسمه ملف التنميه الانسانيه. وده ملف لا يمكن ينفصل عن الثقافه ولا عن الشباب ولا عن الاعلام، فانت لازم تلم الملفات دي كلها ويبقى لها رؤيه. نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه، الانسان مثلا. التنميه البشريه. وانت بتتكلم على الخدمات، انا ما اقدرش افصل الخدمات بتاعت الرعايه الصحيه عن التضامن الاجتماعي، عن النقل والمواصلات، عن الغذاء، عن لمني. مين رئيس الوزراء اللي كنت نفسك تشتغل معاه؟ لا ما فيش حد، لا ما حدش لفت نظري بالشكل اللي يخليني افكر كده. لا يعني اللي انا بقوله ده مع الراجل ده ما جاش. لا ما جاتش لسه، بس انا اللي انا بقوله بقى، وانت عضو في حكومه، انت عندك مسؤوليه جماعيه، اللي حضرتك الاول قلت لي هي جزر منفصله. المسؤوليه الجماعيه ده معناها لو انا ماسك ملف التعليم، انا مسؤول برضو على الاقتصاد، وانا مسؤول برضو عن الاستثمار، وانا مسؤول برضو عن الامن، ولازم اقول رايي في كل حاجه. مسؤوليه جماعيه وتضامنيه. ايوه صحيح. مش كده ولا ايه؟ مش يعني جزر منعزل، مش كل واحد واخد ملفه بيجري بيه، انا ماليش دعوه بالتاني. هو لما اجي اقول، لما تيجي تقول لي المدارس ما فيهاش ملاعب والعيال ما بتلعبش رياضه، او اقول لك ليه ده انا عندي 5000 مركز شباب، ده كل مركز شباب لازم يخدم 20 25 صحيح. مدرسه، اذا ما عندهمش ملاعب يروحوا يلعبوا معاها. انا حسام بدراوي كنت في مدرسه الأرمان الاعداديه اللي هي مدرسه حكوميه، كل يوم ثلاث يجي الاتوبيسات تاخدنا من الفصل نروح نلعب في مركز شباب الجزيرة. الكلام ده في الستينات. انت عندك تكامل. انا بقول لك النهاردة ان الطفل اللي ما عندوش رعاية صحية من الصعب يستوعب التعليم. فانت عايز تديله غذاء. انا لما بصيت في بتربط القسم. الامور ببعض كيف يكون. انا بربط عشان اديله اغذيه واديله وجبة سخنة في المدرسة. وتقوليش ان ده انت بتحلم يا عم. ايوة يا سيدي انا عايز احلم. عايز يبقى عندي خيال. عايز يبقى عندي خيال ان الاطفال دي لازم يبقى عندها. طب لا معلش يا دكتور حسام، ازاي اصنع الخيال؟ لانه موضوع الخيال ده خطير جدا. ازاي اصنع خيال عند المسؤول السياسي؟ هو الخيال بقى رفاهيه؟ لا ده الخيال ولا حاجه اساسيه يا ده دكتور؟ الخيال ده هو اللي جعلك انسانا. انا بقرا كتاب اسمه The Sapiens، على النمو التاريخ البشري. الحضارات ديت المكتوبة اللي احنا عندنا ما بقالهاش 15,000 20,000 سنة، رغم ان الارض عمرها 4 مليار سنة والكون عمره 14 مليار سنة. تشوف قد ايه. بس احنا كبشر ايه اللي خلانا مختلفين عن بقية خلق الله في الارض بعد ما بقينا انسان او حيوان واقف على رجليه؟ دخل في ذهن الانسان منذ 50,000 سنة جين جديد الله عز وجل وضعه، حصل ميوتيشن، خلى عنده الخيال. فلما خلى عنده الخيال نظر إلى الكون ونظر إلى الله ونظر وكون الأوطان وبدأ يكتشف مجموعة الحيوانات. يعني إذن الخيال أساس الحياة. بدون الخيال أنت لا يوجد لديك حياة، أنت بقيت زيك زي الحيوان. طب من نقطة الخيال يا دكتور حسام، وأنت أنت من أنت في كل هذه المجالات، ماذا تبقى من طموحك السياسي؟ طموحي السياسي؟ طموحي السياسي مرتبط بان بلدي يحصل فيها تنميه مستدامه. ده طموح سياسي. ده طموح وطني. ده طموح وطني. وسياسي. لا انا عايز سياسي. طموحك هل بكلم بشكل مفتوح برضه، لا اختبئ وراء عبارات، هل ما زال لدى الدكتور حسام بدراوي وله حاضنه شعبيه لا خلاف عليها طموح سياسي في انه يخدم بلده من خلال مواقع سياسي؟ تخش انتخابات جايه عن انت بتخدم بلدك من كل موقع بصراحه. يعني انا مش عايز اقول ان خدمه البلد مرتبطه بكرسي. لا يعني اسمح لي، ما بنحبش البلد بشرط. ايوه. لكن ممكن تخش انتخابات رئاسيه مثلا؟ ما فكرتش فيها؟ لا. طيب دكتور حسام، انت عشت في قلب مطبخ وفي قلب عاصفه، وحتى انت عامل كتاب رجل وسط العاصفه.
واعتقد الساعات اللي انت قضيتها كانت من اصعب الساعات اللي ممكن يمر بيها سياسي طبعا، وكله اترمى عليك وانت كنت اللي جنبينك في طوال فتره الحزب الوطني، وكنت الراجل المغضوب عليك عشان ارائك، وانت ضحيه ارائك في كل المراحل الحياتيه الماضيه، كل المراحل اعتقد، انا اعتقد هذا. زوجتي بتقول لي دايما كده، انا بقولها لك يعني، انا مش يعني مش معقول كل نظام بيجي انت برضه وانت ضحيه ارائك. طيب يعني ما جرى بتفاصيله والساعات الحرجه وكل الناس اتكلمت فيها، الدرس الابرز اللي تقدر تقوله لكل واحد مسؤول مما جرى في هذه الساعات ايه؟ ثلاث حاجات. واحد، ما كانت قالت اليك صحيح، مش هتجيلك غير لما صحيح حد فقدها. فالترمز بتاعت او الفترات الرئاسه لحاكم البلاد لازم تكون محددة للمدة، الدستور قال كده. و إذا طالت فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك بشكل أدى إلى ما جرى. بالظبط. اثنين، ولو كان انتبهوا إلى ذلك ما كانش مصر دخلت في الكلام ده. اثنين، لا تقلل أبدا، لا تجعل معارضيك أعدائك. لأن كلما زادت قدرتك السياسية على استيعاب الرأي الآخر، كلما جعلت المجتمع كله بوتقة لصنع تقدم. أما إذا وضعت المعارض لك عدو فأنت بينتهي الأمر إلى معسكرين، يا معايا يا ضدي. المجتمع المصري محتاج إنه يستوعب أنا معاك 60% ومش معاك، خلينا في المتفقين فيه الأول، ومش معاك في 20% ومش عارف في 20%. ده لكن مش بالكلية قطعك، ده مش معناه ان انا عدو. صحيح. ده انا معناها ان انا مساند للي انا شايفه. اذا استيعاب المعارضة وقبولها. ثلاثة، ان هناك فرق بين الحكومة والوطن. فلنعارض الحكومة وننتقدها، لكن لا نهدم الوطن، لان هدم الوطن ده هدم ليا وليك. قد لا أتفق مع حكومة ما بتتغير، قد لا أتفق مع رئيس ما بيتغير، لكن وطني باقي. إحنا الناس اختلط الأمر عليها، فلما يعترض على الحكومة يطلع يكسر في البلد. دكتور حسام، هل القائمين على الأمر في هذا التوقيت هل بيشعروا أو شعروا في لحظة ما أنهم تسببوا في وصول مصر لهذا المشهد، أم هناك حالة نكران ما زالت حتى الآن؟ لا، ما اعرفش بقى ما حاله نكران ما زالت لحد الان ولا لا، لازم ما اقدرش اعرف لاني مش على اتصال بالناس. لكن زي ما بقول لحضرتك والناس لازم تفهم كده، ان علينا ان نتكلم مع من يعارضنا اكثر من مع من يتفق معنا، وان علينا ان نستوعب المختلف معنا برزانه وهدوء، وعلى المختلف عن إدارة الحكم إنه يغير في إطار من الشرعية. أنا راجل أحب الشرعية. أنا تركيبتي وثقافتي في إطار الشرعية، فسأنفذ الدستور والقانون حتى لو لم أكن متفقا معاه. صحيح. بل أسعى إلى تعديله، دي تركيبتي. الثورة هي لحظة رأى فيها الناس أنه لا يمكن التغيير في إطار من الشرعية. كفروا بالشرعية فكانت الثورة. ومفيش بلد بتنمو في إطار ثوري مستمر. صحيح. هي لحظة وهترجع تاني للشرعية. صحيح. ولو الناس صارت، خلي بالك، لو الناس صارت على نظام ما وفشلوا بيبقوا مجرمين والنظام بيحاكمهم، ولو نجحوا بيبقى النظام مجرم والناس بتحاكمه. صحيح. مع إنها نفس الصورة ما اتغيرتش، نفس الكادر في نفس الناس، الوطن ما استفادش حاجه. الرئيس مبارك عندما شعر بالخناق السياسي والشعبي خلاص يعني الامور وصلت الى طريق مسدود، بحث عن رجال مخلصين وصادقين، وكان ربما مبعدين بشكل او باخر، كان منهم الدكتور حسام بدراوي. لم تتصل بالرئيس مبارك في محنته بعد ما خرج؟ لا، ولن تتصل به؟ لا، يعني هو العلاقة ما تسمحليش بكده، لكن قبل كده بتسمح لي بكده. بس لجأ لك في فترة. لجأ لي، وعملت شغلي في إطار
ما هو متاح لي من سلطات في وقتها. لكن في حاجة ساعات الناس تقول لي إيه يا دكتور، بس إيه أنت بقى من الحزب وأنت من رجال مبارك؟ أقول لهم هو أنه أقرب إلى الرئيس مبارك اللي قاعد يشتغل معاه 30 سنة، ولا اللي جه والستارة بتقفل؟ ما أنتوا بتجيبوا كل الناس اللي اشتغلوا 30 سنة و50 سنة و20 سنة وبتحطوهم في المواقع. فالفكرة إن في انطباع عام لدى الناس دلوقتي إنه آن الأوان إن احنا نفكر بالعقل والموضوعية في إطار من الشرعية. فأرجو وأتمنى أن نظام حكم البلاد، وأنا واثق إن هو الرئيس عارف كده والأجهزة عارفة كده، لا تكرر فعل الأمور زي ما أينشتاين قال بنفس الطريقة السابقة وتنتظر نتائج مختلفة. فلنستوعب أكثر ولنتسامح أكثر في إطار إيه؟ شرعي، تطبيق حازم للقانون وإطار من الشرعية. شايف الانتخابات الرئاسية اللي جاية شكلها إيه؟ كمراقب ومحلل سياسي ومفكر سياسي، أنا مش شايف إن في منافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الجاية. مش شايف منافسين؟ مش شايف منافسين لهم القدر اللي يمثلوا منافسة حقيقية. أتمنى إن يكون في منافسة حقيقية، لأن هي بدون منافسة، المنافسة تخلق التالي: جودة أعلى، إنجاز أسرع، تكلفة أقل. دي المنافسة. صحيح صحيح. من غير منافسة الأمور بتبقاش مظبوطة. كلمة أخيرة للإعلام المصري. أيوه، الإعلام المصري عايز يشوف اللي احنا بنتكلم عليه على الطاقة الإيجابية. الإعلام ليس فقط نقل للواقع اللي قدامي وخلاص، لازم يكون عندي أنا كمان أجندة بتقول أنا دوري إيه في البناء. في حوادث كتير بتحصل، أنا ممكن أخلي الصفحة الأولى في كل الإعلام وفي كل البرامج الأحداث السلبية والحاجات والإجرام والإرهاب، بحيث أنك أنت في الآخر درجة توتر كل واحد عمالة ترتفع من غير ما يحس. ده اللي بيسموه بقى إيه؟ التوتر المزمن. فيطلع في الآخر أنك مش عارف تبتسم. ده أنت لما يجي حد يقول لك كده تبقى عايز تهبشه. التوتر، الإعلام خالق للتوتر المزمن دلوقتي. أرجو إن هو كمان يدينا جرعات الأمل والجمال والتسامح. ومش كل التوك شوز لازم تبقى سياسة، خلينا نتكلم في الفن وفي الجمال وفي المعرفة وفي الكون. في حاجات جميلة قوي في بلدنا، الحاجات الجميلة قوي اللي في بلدنا. آخر كلمة هتكون في حلقتنا النهاردة، اللي احنا خرجنا عن إطار الورق والقلم إلى الخيال. أيوه. والإبداع والبحث عن قيم الجمال وقيم التسامح وهذه الابتسامه المفقوده. انا بشكرك جدا وشرفتني وسعدت على مستوى شخصي ومستوى مهني بكلمات حضرتك، واتمنى ان احنا دايما كلنا نزق الامور لقدام بالكلمه، بالتفكير، بالابتسامه. واحنا لن نسع الناس باموالنا فلنسعهم بابتسامتنا. شكرا. دكتور حسام بدراوي. مشاهدينا الكرام، بشكركم على حسن المتابعه، والقاكم غدا على خير. دمتم في امان الله.